بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نطيبوا عشاء سريعة، يعني هي المكونات اللي في البيت اللي عندك باش تعملهم في البيت. احنا باش خدينا راس بصل وراس ثوم وفلفل شايح، كما شفتوه هذا فلفل شايح محضرينه في البيت كله، نفخناه في شوية ماء سخون ورحيناهم مع بعضهم الثوم والبصل والفلفل. تحصلنا على الخليط هذا، شفتوا الخليط هذا، بصل وثوم وفلفل شايح، هذا اللي باش نطيبوا به العشاء نتاعنا اليوم. باش نضيفوا معاها معناها ورقة رند أو غار، وعندنا مغرفة طماطم معجونة، شوية كركم، شوية راس حانوت، وشوية ملح، والزيت بالطبيعة. وهذا العظم العجة هي أساس عظم، هذه عجة سريعة معناها نجموا نعملوها بالفلفل الأخضر، نعملوها بالطماطم. اما تو هذه عجه نتاع 10 دقائق بسرعه، يعني نتاع واحد مستعجل، نتاع واحد عازب، واحد وحده معناها مستعجل. اول حاجه احنا الزيت، باش نستعملوا الزيت باش نحطوا المكونات الكل مع بعضها، نحطوها على النار فوقها. واخر حاجه كيف تطيب نحطوا العدب، نحطوا الزيت نتاعنا، هذا الزيت حطينا الزيت، هذا الخليط كما قلت لكم بصل وثوم وفلفل، فلفل احمر شايح رحيناه، هذه مغرفة الطماطم معجونة. نستعملوا شوية ملح، شوية تبلو كروية هذية بزار، وشوية كركم، ونحطوهم على النار يعني تتقلب الكدا تطيب تدخل في بعضها. من بعد نحطو العظم نتاعنا، هذه الصوص نتاعنا حطيناها على النار، العشا نتاعنا من غير ماء ما نستعملو حتى شيء، يتقلى الخليط هذايا بالكدا ونحطو العظم نتاعنا. وكان لقيناها يابسة يعني تحب تزيدها كويس ماء شوية، يعني حاجة قليلة باش تغلي أكثر، خلوها تتقلى شوية. هذه الصوص نتاعنا شفتوها تغلي، كان حبوها تطيب اكثر يعني نزيدوها شويه ماء نخلوها تزيد تغلي، وكان ما نحبوا مستعجلين نعملوا العظم وهذاك هاو. هاد الصوص شفتوها تخيش ولد خاطرة، يعني نحطوا العظم معناها دوب ما نحطوه نحرقوه ونطفوا النار، نحرقوه كله هكا، نحركوه في وسطها نخلوش ونطفو النار نخلوه يطيب، يعني كان قعد درايب راهو يطيب بالسخانة. كل ما نحرك كل عظم يطيب. تو نحطوها جاهزة للتقديم.